بأفلام الطلاب والمتخرجين من جامعات الأودفيجيال بلبنان. مثل كل يوم تنين اليوم الاختيار كان على ان جور ولوتر لجيلبير كرم اللي موجود معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك جيلبير. هاي كاتيا. موجوده معنا كمان موجودين معنا الممثلات او عدد من الممثلات، ممثلتين بالتحديد، سيده نجاه شليطه اهلا وسهلا فيك، وسيده ماري خوري كمان اهلا وسهلا فيك، ومبروك على الجائزه يلي ربحتوها، راح يخبرنا عنها جيلبير بعد شوي. جيلبير خبرنا عن ان جور ولوتر، اول شيء شو القصه؟ اول شيء ان جور ولوتر هو فيلم روائي قصير، فيلم تخرج تبعي، بيحكي قصة بنت فرنسوية بتجي على لبنان تتقضي فاكانس تبعها لأول مرة، وبتسائب إنه بتجي عند عائلتها عند قرايبينها اللي بلبنان بالضيعة. بيمرق الوقت بهيدي العطلة هون، وبتكتشف إنه هي غريبة عنهم، هي مش مثلهم، نمط حياتها مش مثلهم أبداً. بصير في شوية مواجهة بينها وبينهم، وهن اهل الضيعه مثل كانه ببعدوها عنهم، او مثل انه بينبذوها عنهم. ف بقلب هيدي الضيعه بتتعرف على شاب واحد، بتتقرب منه، بتصير رفقه هي وياه كثير. والفيلم بالتحديد بيحكي عن اخر ليله بتمضيها بلبنان، وهي ما عارفه انه هيدي اخر ليله. بيلحقوها النسوان ليشوفوها وين رايحه بوقت مأخر بالليل، بيشوفوها رايحة عند شاب، بيعملوا من القصة قصة كبيرة، وبقرروا انه بدهم يعملوا حيالله شيء المستحيل ليودوها على بلدها على فرنسا تما تنزع البنات عندهم بالضيعة. هيك برأيهم؟ هيك برأيهم 100%. فالبنت بتفل على فرنسا بوقت كتير قصير، القصة كتير بتكبر، بتفل على فرنسا بوقت كتير قصير، بتترك له رسالة لهذا الشاب. والفيلم من قلب هيدا الرسالة نحن، ومن منطلق هي شو مخبرته شو صار معها، منفوت على قلب أحداث آخر ليلة صارت معها بقلب لبنان. رح شوف الممثلات يلي معك. أول شيء خبرني عن الكاست، لأنه الكاست الهيئة كان من ستات الضيعة كمان، من عندك، من أرتبة. مظبوط 100%. وكيف يعني خطر على بالك أنه الستات يكونوا مشتركين معك؟ كيف عملت الكاست لأنهم؟ كيف قناعتهم يقف قدام الكاميرا؟ لك مثل بكل فيلم في مرحلة تحضير للفيلم وتنقية الممثلين. بدي أنا إكيب يألف لي ضيعة، ستات، نساء، رجال يعملوا لي هيدا المجتمع اللي أنا بدي إياه. الضيعة موجودة. والضيعة موجودة. فأنت مجرد إنك تحكي قدام شخص واحد أنا عم بعمل فيه، بتعرف الضيعة كيف بتلم على بعضها، والكل بيصير يحكي بالموضوع، ونحن في شاب من عنا عم بيصور فيلم. فهي كلفتنا احكي مرة واحدة وركب الإكيب كله سوا. صحيح مدام شليطة؟ إيه نعم. يعني أول ما سمعتي بالخبرية كنت مستعدة؟ لا ما كنت مستعدة أنا، بلكي مش للتمثيل بس يمكن للمساعدة على ليلى. إيه مستعدة كتير للمساعدة، إيه دغري بس هيك، إيه لأن أنا مش مستعدة للتمثيل أبدا ولا بفكرة. بس قلت لا، هو بيكون ابن بنت عمي بقى كتير بحبه كتير، وبدي ساعده وبحبه كتير، ومحبوب بعينه كتير. بمشي الحال طلعنا عم نمثل وناخد جايزة كمان. كمان ايه. وبعدين شو بعمل عقلك بدك تمثل؟ وجوزي كمان قال لي شو بدك بس شغلة؟ قلت لا بدي ساعد جيلبير وكيف لك كان. والله ومشي حالنا وكتر خير الله، كان كتير حلو التمثيل. وما احنا مش فاكرين هالقد رح يكون في تعب وفي راكد ومش هين وبتسهر كل الليل، احنا مفكرين هيك ابونت في يلا وبيمشي الحيل، بس كنا كثير مبسوطين. الشغله صعبه بتعديها؟ ايه بعيده والله. بدنا نشوف. مدام خوري نعم. كيف اول يعني كمان رده فعل لك على التمثيل، وكيف كان يعني اول لقاء بينك وبين جيلبير؟ لكن انا بتعذريني بس اذا غلطت شي كلمه، انا اول مره مبين على. اهلا وسهلا فيك. لان مش ايه والحديث مش مثل التمثيل. الحديث مش مثل لا التمثيل ابدا. حاضر تو رحله عندي عم بيقول لهم، قلت لهم انا مش شغلتي يعني، انا عندي ابني بيمثل جورج خوري. بس مش شغلتي انا، او يعني انه مره انه اولادي شباب وهذا، صار يدلوا عفلين وعفلين ما كان شيء يقبل يرجع لي. قلت بعدين انا حرام انه بلا صغره شاب كويس وبده. قلت يلا تعمل التجربه، تعمل التجربه. ومشينا فيها وصرنا لحقينا البنت. يعني نحن انه قاعدين بارطبه مش معودين انه بناتنا او اولادنا مثلا يروحوا بالليالي هنا، وانا من حشريتي شوف الستات رايحين لحقين وروح الحقهم. لا انا كمان
بالفيلم. لا الحمد لله نشكر الله مشي الحال. وكان هالفيلم اللي رح نشوف بعض المشاهد منه هلا عم يجسد مزبوط الافكار يلي موجوده بالضيعه اللبنانيه. هي يعني صارت غيري عنا. هي ما كانت بالاول بس صارت غيري صارت وين ما كان. جيلبير ليش كان يعني الاختيار على هالمسلات اللي رح نشوفهم هلا؟ وواضح انه كنت مصر يعني لما شفت وجه معين وهيدا اللي بدك اياه كنت مصر عليه مثل ما عم تقول 100% مثل ما عم تقول لما تشوفي وجه معين او تشوفي كاركتر معين سبحان الله بتقولي هيدا هو وما بدي حدا غيره. فلما تحكي معهم تشوفيهم فيس تو فيس وتشوفي هيك خفه دمهم او تشوفي طبيعتهم بتقول انا لا هيدا هي هي بدي اياها وهيدا المره بهيدا العمر بهالكاركتر انا بدي اياها. وبعذبوك شوي اول شيء انه تمثيل ما تمثيل بس بيرجع بيمشي الحال. اليوم مش عبالك نقول لك مخرج ومعتبر حالك طالب مع الجائزه اللي اخذتها، بس الجائزه اللي اخذتوها على التمثيل على الممثلين بالاصل كان في كاست يعني من وراها، والكاست دائما يعني بيكون له يعني دور كبير بانجاح فيلم معين. الكاست كان كدراسة بتاخدوه بالجامعة بتعرفوا بالتحديد كيف لازم تختاروا كاست لقصة معينة أو لفيلم معين؟ ليك الكاست هو شخصية أنت بترسميها. الكاست يعني الكاست بينطلق من أنت شي كتبتيه وأنت شي محضرتيه، أنت كل تفاصيلها أنت بيكون عارفة أنت ليه بدك هيدا الكاست وعارفة أنت شو بدك منه لهذا الكاست. فأكيد هو مرحلة من مرحلة تحضير الفيلم، فمثل كتابة السيناريو مثل الإضاءة مثل الصوت. فنشكر الله أنه توفقنا بهيدا البارت من الفيلم يلي أنا فاجأني أنه ناخد هيدا الجائزة وبرافو لقاله مبسوط فيهم قد الدنيا. أنا هلا رح نشوف الكاستينج والفيلم كله كمان أجواءه بهالمشهد. A pu faire revivre l'amour de ma terre natale que les gens ont essayé de m'arracher. خلصينا نجات خلصينا يا عمي اشبكن اشفي ساعت الساعة 12 اذا بيوعى سليم بيقبرنا شي يلا خلصينا يا ليلك يا نجاة Visiter le Liban fut pour moi un rêve. Un jour ou l'autre, شو راح يصير جيلبير؟ Un jour ou l'autre, كل شخص في عنده شيء بعقله بده يعمله أو شيء مصمم إنه يعمله رح يقدر يعمله ورح يوصل له. إن كان لو كان في مؤامرات. مضبوط 100% ياي من جروب ستات مصممين يعملوا هيدا. لا للحقيقه عاده يعني بتكون من الغيره على الاشخاص او من المحبه للاشخاص ما يظهروا من مجتمعهم ويضلوا موجودين فيه ويضلوا يعني قادرين يتفاعلوا معه. بتصور هيدي اول نحن مش معودين انه عندنا بنات وهيك. وحضرت عمتها طلعت لعند عمتها هي عارطبة موافقه على الخبرية كلها. ايه انا يعني ما لاقين الا ان الستات رايحين لحقينا وانا من حشرتي بدي ابرم تشوف شو في. احمل الفيلم احمل القنديل وصير ابرم مطرح ما يروحوا يلحقوا. حبيتي القصة؟ انا يعني حبيتها كثير انه عشان هيك وافقتي على التمثيل فيها. ايه وافقت كيف انه نحن بنروح عم نشوف انه هاي بنت فرنسوية وهيك انه عم تعمل بس مش عم نشوف بناتنا شو عم بيعملوا. بنطلع نحن ورايحين تنشوف بس احنا ما قشعناها بفرجونا انه بناتنا كانت هي وشاب وعم بتباوسوا مع بعض وهي
عم نحكي والحين بنت الفرنسوي ما شفنا بناتنا شو عم بيعملوا عم بيعملوا اكثر من الفرنسوي يعني. فإذا الحكم على الاشخاص يعني انه ايه عم نحكم ما شوف نحن الفرنسار كمان في ضايعه وفي ناس محافظين وفي كل شيء يعني نحن ايه محافظين وضايعه وكل شيء ما مش عم اقول لا بس انه كمان واحد يشوف كمان اولاده مش بس يشوف جيلبير هل خبرنا عن الجائزه اللي اخذتوها مثل كل سنه الجامعه بتبعت هي افضل افلام عندها بالسيزن بكل سنه طالب جامعه لبنانيه طالب انا جامعه لبنانيه فشاركنا بالمهرجان الانديو للطلاب بكل لبنان وكان من نصيبنا هيدي الجائزه اللي هي افضل ممثلات افضل ممثلات أفضل كم ممثله كم المجموعه كم خمس نسوان خمس نساء من كلهم نساء. من يعني المنطقه من ارطبه وهن اصدقاء يعني فتخيل انت خمس سيدات مع بعضهم بيعرفوا بعضهم معودين على بعضهم وحاطتيهم باطار انت بدك منهم هيدا الشيء سليتوا منيح يعني وجيران جيران سلينا بالليل حتى رحنا من الساعه 9 من عشيه الساعه 3 مش صايره هيدي سربنا صارت كل الليل نحن بالبريه عاملين بيكنيك بكتوري وسقعه سقعه كثير فتخيلي قد ايه حقيقي اللي حيقدموا للي عم يحضروا جيلبير جبت لنا يعني مقطع كثير حلو نقدر فعلا نفهم الفيلم مشان هيك رح نختم فيه بس قبل ما نختم بالميكينج اوف خبرنا عن الايفنت اللي رح يصير بكره بالابيسي وكمان على بكره بالابيسي باي مجموعه صالات الجراند سينماز عملوا شيء كثير حلو السنه يلي هن الافلام اللي ربحانين بالانديو رح يتم عرضهم بكره بصالات الجراند سينماز بالابيسي باي فهيدي مثل اوبورتونيتي لنا انه نعرض مثل اي فيلم موجود بالصاله يفوتوا يقطعوا تيكت يفوتوا يحضرونا شغله مهمه بس هيدك استحقيتها خلينا نشوف بهالميكينج اوف اهلا وسهلا فيكم ميرسي سانسيت بلان دو تيكوان يلا ساعه نغاف ساعه بدك ترد على التليفون ساعه لك يا حبيبي بدك تعمل مربى حرق بي المربى شو في المربى شك عامل على راسك هيك بكره بنروح على القداس بس المقطعين ان شاء الله بيقطعوك الهي يا رب زينك يبعت لحيله هيدي نايمه نجات شو بدو هي نجات نجات قول نجات نجات الله شو بدو هي نجات ما في نجات تكلم Sunset, plan 1, take 1. Sunset, plan 1, take 2. Sunset, plan 1, take 3. Sunset, plan 1, take 4. Sunset, plan 1, take 5. Sunset, plan 1, take 7. Sunset, plan 1, take 8. Sunset, plan 1, take 9. خلصينا نجاة خلصينا يا عمي أشبكن أشفي الساعة 12 إذا بيوعى سليم بيقبرنا مشي أشفي مشي الكلمة ما قلنا جمعة ناطري ألو نهاد قطعت شو كتير عم تقرب القدام انت عم تقول طيب أنا ما أشوف ما ندار ركعين يا جلبان لك ودي يا مي يا مي ودي يا مي تقول الأكشن روقه أكشن يا عمي and أكشن خلص رنزالي بقى يا بيبي بتقشع وبتسمع هالمرة البيس رح يحسوا علينا وطي يا مامي يا مامي ربي ما شفنا الشيء نين الله بعت علينا يا اخر الليل مش هتوطي وتطلع فينا ما فرقيني معه وطي يا مامي مش عم بقشع بدي اشوف مين في هون ايه خلي
شو خليكم حضران قطع ظهري انا وقفي والله يعني انا كمان توصي ما بتاخذي لها بعد وين حد ما بوصل حاجري انا ومش عمي حط شفتوا انه معي حق طفوا الضو طفوا الضو زيحي زيحي انا مش عم شوف شفتي شفتي انه معي حق شقليا شقليا بعليكي بحملي لا شفتوا لبقى شوف هيك شوفي رب تنجينا رب تنجينا شفتي الاجانب شفتي ابن مين قولك هيدا هلا بالك ابن مين هلا بالك ابن مين لك ساقطين ببعضهم ساقطين ببعضهم رح علموا بناتنا بكره هيك الاخبار كلها لا حبيبتي فشرت برقبتهم نحن بناتنا مربيين نحن بناتنا مربيين مش مثلهم هن يعني بالشوم عليهم بدي اعرف بس ابن مين هيدا تيك وان شو كان بدنا بهالشغل وكسلوا انه عدمة هلا فاتت ماتت اشبه مش عبتوها يلا كابتن عيدا واطلع سنكاس بلانكات تيك 3 بليز طانت سلوى بليز الشمس يا طانت سلوى طيب يلا طيب طيب بطلع ايش فيه خلاص ما همك بهيا ما تطلع هيا طيب سيناس ليك الوريد خديها من هالدقن وديها قبل لا طيب 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 ليك الوريد ما من هالدقن وديها ما حق لو ما بحسها مثل بنتنا انا ما كنت خبرت ايه مش مهم يعني ولا ما عندنا خبر ساعتين هي المسؤوليه معقوله يعني كيف محرمنا بشرع لنا نحن بالله احنا بنعمل فيها خيط ما قدرت يعني هديها يعني طب معقول يعني طب مش عارفين انه هن بيت برا غير بيتها يعني بكره بنتها كمان بده ينطوا مثل ما هي ناطه كمان رب تنجينا يعني مع مين مع بنت مرقص ابن مرقص ابن مرقص لكن مع مين مبسوطه فيا لكن ما لا 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 لا